تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بمناسبة حلول العام الهجري الجديد فيما يلي نصها. حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين المفدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإنه ليسرني كثيرا أن أعرب لجلالتكم عن أخلص تهانينا بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1437 هجرية ضارعا إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة وأمثالها على جلالتكم وعلى بلدنا الغالي وشعبكم الوفي المحب لجلالتكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بمزيد من العزة والسؤدد. داعيا الله العلي القدير يحفظ جلالتكم ويسبغ عليكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر لمواصلة مسيرة الخير والتقدم والنماء بكل الحكمة والاقتدار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر هذا نصها صاحب السمو الملكي العمل العزيز الأمير خليفة بن سلمان الخليفة حفظه الله رئيس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد إنه من دواعي السرور أن تلقينا برقية سموكم المهنئة لنا بحلول العام الهجري الجديد 1437 هجرية وفي الوقت الذي نعرب فيه لسموكم عن خالص امتناننا وعميق شكرنا لندعو الله ان يحفظ سموكم وان يمتعكم بالصحه والعافيه وطول العمر وان يعيد هذه المناسبه العزيزه بالخير والبركات على مملكتنا الغاليه وعلى الامتين العربيه والاسلاميه بالامن والرخاء. حفظ الله سموكم ورعاكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حمد بن عيسى الخليفه ملك مملكه البحرين. هذا وتلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول العام الهجري الجديد فيما يلي نصها سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم الكريم أسم آيات التهاني والتبركات بمناسبة العام الهجري الجديد 1437 هجرية سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على جلالتكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة وطول العمر وعلى مملكتنا الغالية وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات ودمتم سيدي سالمين موفقين ابنكم المخلص سلمان بن بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء. وقد بعث حضرة صاحب الجلاله الملك المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابيه الى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء هذا نصها. صاحب السمو الملكي ابننا العزيز الامير سلمان بن حمد ال خليفه حفظه الله ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد تلقينا ببالغ السرور والامتنان برقية سموكم المهنئه لنا بحلول العام الهجري 1437 هجريه ولا يسعنا في هذا الوقت إلا أن نعرب لسموكم عن خالص تقديرنا وعميق شكرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموكم ويديم عليكم نعمة العافية ويمتعكم بأطيب الأوقات. ويعيد هذه المناسبه العزيزه بالخير والبركات على مملكتنا الغاليه والامتين العربيه والاسلاميه ودمتم بحفظ يحفظكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والدكم حمد بن عيسى ال خليفه ملك مملكه البحرين